بص يا رجاله، يعني نقطه كده بسيطه قابلتها وحابب يعني اعرضها برضه عليكم. ولو انت اشتغلت بمواد ما قابلتكش المشكله دي يا ريت تعرفنا. ما ننصحش لو انت هتشتغل بالايبوكسي برايمر ويت اون ويت، يعني طاري على طاري، بمعنى اللي انت هترشه مثلا فوق حاجه حديد وعاوز ترش فوق منه دهانات تانية، هترش باب عربية مثلا، بترش بعدها بنص ساعة. لو هتقفل الباب كله بالإيبوكسي برايمر وهترش عليه الدهان، في الحالة دي إن شاء الله مش هيقابلك مشكلة والأمور معاك تمام، لأن أنت قفلت الباب كله بالإيبوكسي برايمر. إن شاء الله مش هيقابلك حاجة، وهترش عليه الدهان اللي بعديه بعد كده لو إكريليك أو حاجة، استنى حوالي مثلا بتاع 40 دقيقة، أو زي ما يقول لك الدعم الفني أو النشرة الفنية. المشكلة هنا إن لو أنت رشيت جزء معين في الباب، حته صغيره، بتعمل اوفر سبراي او عفره، يعني الباب مثلا متر في متر، لو انت رشيت حته 10 سنتي ايبوكس برايمر وبعد كده هترش الباب كله اكريليك مثلا دهان لون وورنيش والقصص دي، العفره بتاعته ممكن تسبب لك مشكله. انتبه للنقطة دي، العفرة بتاعته ممكن تسبب لك مشكلة، زي بتبقى ضعيفة أو بتعمل تنفيس أو تدبيس صغير كده، يعني الحمد لله بيتم علاجه عادي في عملية الصنفرة أو وممكن يحتاج، ممكن يقابلك مشكلة تكشف منك أو حاجة أو يعمل لك بياض أو، ولكن اللي قابلتنا يعني الحمد لله تم علاجها بالصنفرة والتلميع مفيش مشاكل. فتنتبه للأوفر سبراي أو العفرة بتاعته، يعني أنت هترش مثلا إيه حتة 20 سنتي، هنفرض هنا مثلا ادي الجزء اللي هنرشه، نوضح مع بعض كده اهوت عشان الامور بس تبقى واضحة. ادي الباب بتاعنا اهو، لو انت رشيته كله ايبوكسي برايمر واستنيت نص ساعة ورشيته كله اكريليك لون او 40 دقيقة حسب النشرة الفنية عادي، انما لو رشيت الحتة دي ايبوكسي برايمر بيعمل عفره هنا عفره حوالين منها، عفر اللي انت بترش على قدها كل ده بيكون مرصوص، والعفره اللون بقى الاكريليك الدهان النهائي لما بينزل على العفره دي بيعمل هنا تنفيذ صغير او تلبيس صغير او خشانه صغيره. فتنتبه للنقطه دي كويس. بس يا رجاله دي النقطه اللي حابين ناكد عليها عشان خاطر بس ايه يعني اخواننا بقى، واللي عنده اي اضافه حوالين الموضوع ده يسيب في التعليقات. ما تنسناش في دعوة حلوة، يا رب يكون الفيديو سهل ومفيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.